السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بنات بعتت لي وقالت لي احنا عايزين تورينا الطريقة اللي نكوي بيها شعرنا او نفرد بيها شعرنا بالسشوار وبالمكوى بالاتنين، عشان احنا لما بنيجي نعمل ده مش بنعرف يعني، وايه الفرش اللي ممكن تستخدم، فرشة ولا مشط ولا ايه. طبعا الفيديو ده ان شاء الله توضيحي لطريقة كي الشعر او كوي الشعر بالحالتين، اما او بالطريقتين، بطريقة المكوى البيبليس وكمان بطريقة السشوار وكمان بالفرشاة اللي هي الدوارة وبالمشط. يا رب تستمتعوا بالفيديو، احب اسمع رأيكم فيه ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.